بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس أحكام الحج اليومية لعام 1444 هجرية. وصلنا إلى سنن الحج، بدأنا بسنن الإحرام وانتقلنا إلى سنن دخول مكة، وها نحن نحط رحلنا عند سنن الطواف. قال: علمت فيما مضى واجبات الطواف وشروط صحته، أما سننه فتتلخص فيما يلي. الطواف له واجبات، والطواف على فكرة نذكركم ثلاثة أنواع: طواف القدوم الذي يكون بعد أن ندخل إلى مكة محرمين بالحج وليس بالعمرة، يعني لسنا متمتعين، هذا سنة. وطواف الإفاضة الذي يكون بعد أن ننفر من عرفات ويدخل وقته بعد منتصف ليلة النحر، يعني ليلة العيد، بعد منتصف الليل، يعني بعد أن نبيت في مزدلفة أقل المبيت. فهذا ركن، هذا ركن، يعني لا يصير الحج من دونه. والطواف الأخير هو طواف الوداع، عندما نريد أن نغادر مكة وأن نودع البيت. فمكة تستقبل بالطواف وتودع بالطواف، وطواف وطواف الوداع يسقط على المرأة الحائض. طيب، ذكرنا شروط الطواف، قلنا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة: ستر العورة، طهارة اللباس، طهارة البدن، الطهارة المعنوية يعني الوضوء إذا كانت هناك جنابة، الغسل من الجنابة، أن يتم 7 أشواط، أن يبدأ من الحجر الأسود وأن ينتهي عند الحجر الأسود، أن يجعل البيت عن يساره، ألا يدخل بجسمه في الشاذروان. شاذروان إذا بتشوفوا جدار الكعبة، في تحت شطفة، تحت في شطفة، هذه إذا اقتربت كثيرا أصبحت داخل البيت، داخل فضاء البيت، الكعبة يعني، فلا يصح الطواف. وأيضا إذا كنت في هذا المكان ويدك اليسرى إلى هناك فتدخل في فضاء البيت، يعني دائر بالكعبة أنت تكون في فضاء البيت، أيضا لا يصح الطواف. وأيضا إذا كنت حول هنا عند تطوف من جهة حجر إسماعيل، إذا مددت يدك أيضا أصبحت داخل فضاء البيت. فهذه باختصار يعني شروط الطواف. طيب، سنن الطواف، قال: أن يطوف ماشيا. الأصل في الطواف أن يكون ماشيا. الآن هي الوسائل الكهربائية، هي العربات أو غير الكهربائية، هذه يعني للمريض، لمن لا يقدر، لمن لاحظنا. أما واحد قادر بس لأنه معه مصاري بروح بيدفع، وشو بتكلفها؟ ما تفكر. أنا لما نزلت على مكة الآن في رمضان، نزلنا بجرول، رأسا من جرول 400 ريال إجرت، أو مدري 300 ريال، ولسه ما جينا للحج نحن، إجرت العرباي بركبك وبطوفك. فعرباي أخذناها لوالدتي، وعرباي أخذناها لزوجتي، وعرباي أخذناها لأبي، يعني دفعنا قريب 1500 ريال، وكلهم ما بيدروا. نعم، قال: أن يطوف ماشيا رجلا كان أو امرأة، إلا إن عاقه عن ذلك مرض ونحوه. طيب، فلا كراهة في أن يطوف راكبا، يعني ديننا يسر، ديننا واسع، أما دلال الشغلة ورفاهية لا. الحاج أشعث أغبر، هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام. روى الشيخان أن أم سلمة قدمت مريضة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
طوفي وراء الناس وأنت راكبة. لماذا؟ لأنها مريضة. ثانيا أن يستلم الحجر الأسود. هو يبدأ من الحجر الأسود، هذا ركن استلام الحجر، هذه سنة. يستلم ويقبل، يضع يده. طيب ما قدر، أنا والله من سنين طويلة، يمكن من 20 سنة ما استلمت الحجر الأسود، صعب، أعداد صارت بالملايين، فأنت شو بدي وصلك لهني؟ خاصة معك حجاج، بدك تصل لهنيك بدك تضيع حجاجك وتتخانق مع الناس، ويا لطيف على الزحمة. فمثل ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل ما كما قال الفقهاء، نبعيدها بسم الله، هيك بسم الله والله أكبر، نبعيد وبتجعل البيت عن يسارك، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك والكتاب. طبعا كل هذا يعني فيه مقالة، هي أدعية. أصح ما جاء بسم الله، بسم الله هذا أصح ما جاء، أن تقول بسم الله عند ابتدائي لما بدك تستلم الحجر الأسود، وأيضا بين الركنين اليمانيين، ربنا، بين ركن الحجر والركن الذي قبله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أن يستلم الحجر الأسود أول طوافه ويقبله.